نظمت بعثة المملكة العربية السعودية بجنيف تزامنا مع انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان ندوة حول دور المرأة السعودية من خلال رؤية المملكة 2030. وقد تضمنت الندوة رسالة هامة للمجتمع الدولي تؤكد بأن المرأة السعودية رائدة وناشطة في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية. هذه الندوة تركز على إعطاء معلومات عن دور المرأة السعودية والمجالات التي تعمل فيها. لدينا في هذه الندوة 9 سيدات يمثلن قطاعات مختلفة من التعليم إلى الرياضة إلى الموسيقى إلى غيرها من المجالات العمل. أكدت المتحدثات في الندوة أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالمرأة السعودية ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مبينة أنه عندما أطلقت رؤية 2030 كانت موجهة للجميع على مستوى البرامج والمبادرات، ومنها برامج دعم وتمكين المرأة السعودية. نبغى احنا نوصل رسالة إلى العالم كله أنه احنا عندنا دفعة قوية للمرأة السعودية إنها توصل إلى ما يقدر يوصلوا له أي امرأة أخرى في العالم، وبالتالي احنا نبغى نوصل هذه الرسالة للكل والجميع ومنها هذه الندوة. المرأة السعودية قادمة بدور تنموي في رؤية المملكة 2030 لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتفوقها العلمي والعملي. ووضعت بصمتها المميزة في التعليم والطب والكثير من المجالات، هذا ما أكدته السيدة مها المنيف إحدى المتحدثات في الندوة. دور المرأة السعودية من خلال رؤية 2030 كانت هي تلك الرسالة التي قدمتها المرأة السعودية للمجتمع الدولي من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.